ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف أسرار الأعشاب العطرية، بما أن يقولك في بعض الأمراض بنعالجها بالأعشاب العطرية العطرين، يعني يقولك مثلا روزماري، زعتر، حب الحصى، الجد، الحاجات دي كلها عايزين نتكلم عنها يا دكتور. جزء كبير جدا من الأدوية اللي موجودة في الصيدليات مرتبطة جدا بالأعشاب، وخاصة الأعشاب العطرية برضو بالمناسبة، يعني الدواء ده كله جاي من الطبيعة، جاي من الأعشاب يعني. حلو. فكون ان الاعشاب او الحاجات الطبيعيه دي تبقى موجوده على سفرتك، فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا. الروزماري انا دايما زي ما قلت لك في الاول، انا بحب دايما اربط الحاجه بعضو في جسم الانسان بيحب الحاجه دي. حلو. بيحب طبيعه الاكل دي. فالروزماري مرتبط بصحه القلب بصوره كبيره. الله. جدا، صحه القلب، صحه الكبد، تنظيم السكر في الروزماري. الدم الناس اللي بتعاني من الضغط، الناس اللي بتعاني من السكر من النوع الثاني. الروزماري من الحاجات اللطيفه اللي بتبقى مناسبه جدا للناس اللي بتعاني من الامراض دي. حلو. بس يبقى صحه القلب خاصه الناس اللي بتعاني من الضغط العالي أو الضغط الوطي او عدد خلل في وظائف القلب، دايما الروزماري بيبقى لطيف ليهم والدنيا بتبقى كويسه. التعامل معاه يبقى بمنتهى الحرص برضو زي ما اتفقنا، ان هو ما يبقاش عشوائي او بصوره كبيره جدا على سفرتك، بس على قد الوجبه اللي انت بتستخدميها، الكميه القليله، لان ده برضو بيحافظ على صحتك والدنيا بتاخد الاستفاده يعني العظمى. يعني نرجع للعاده الغذائيه، ان احنا لما نقول دي مهمه او مفيده ما نكسرش منها. دي عندنا احنا مشكله في الموضوع، لازم ده. الناس تبقى عارفه كويس قوي ادمان الاكل او ادمان حاجه معينه. حلو. بصوره عشوائيه مضر يعني. ادمان الاكل الصحي مضر، يعني انت لو بتاكل اكل صحي بصوره ادمان فده بيبقى مضر جدا للجسم ومش حاجه لطيفه. حلو. الاعتدال والانتظام وانك تبقى عارفه انت بتعملي ايه في الاكل في مطبخك، ده هينقلنا نقله تانية، وهو ده دور التغذيه العلاجيه، واحنا موجودين هنا عشان النقطه دي.